قانوني عبد الحميد، مدير إدارة المجال التقييم في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ورئيس مشروع تحالف البلديات لتدريب إدارة الطاقة. اليوم كيف قلت اليوم ورشة جهوية لتقديم تدخلات صندوق الانتقال الطاقي. اليوم نعرف اللي في تونس عندنا صندوق اسمه صندوق الانتقال الطاقي، تم احداثه من سنه 2016، واللي هو يعوض صندوق الوطني للتحكم في الطاقه اللي كان موجود من سنه 2004. دونك الصندوق هذا عنده العديد من التدخلات لفائده النسيج الاقتصادي في الجهات الكل. للاسف معناتها فما نقص كبير على مستوى الوعي ولا الانفورماسيون العلم نتاع المؤسسات الصناعيه ولا الاقتصاديه بصفه عامه بالتدخلات هذه نتاع الصندوق. دونك الورشه هذه تجي في اطار سلسله من الورشات الجهويه اللي باش ننظموها. بدينا الساقس بطبيعه الحال، كنا نعرف اليوم النسيج الكبير الاقتصادي الموجود في الساقس والامكانات الكبيره المتوفره للاقتصاد في الطاقه في جهه الساقس. دونك حبينا نكونوا متواجدين في الجهات الكل ان شاء الله، باش نكونوا متواجدين في جهتين الكل، باش نحاولوا نقدموا شنو يوفر اليوم صندوق الانتقال الطاقي، وزاد كيف نقدموا بعض التجارب الناجحه في المجال هذا باش نجموا نشجعوا المؤسسات الاقتصاديه على الانخراط في تحقيق الاهداف الوطنيه للتحكم في الطاقه والانتقال الطاقي. اليوم نعرف اللي في تونس فما اهداف كبيره طاقيه ومناخيه كبيره تم تحديدها. الاهداف هذه ما نجموش نحققوها الوكاله وحدها، دونك لازم فما معناتها تعاون كبير بين المؤسسات الكل، منهم بطبيعه الحال المؤسسات الاقتصاديه اللي عندهم بطبيعه الحال ربح مباشر هم على مستوى الفاتوره الطاقيه نتاعهم، ولكن زاد كيف يهمنا احنا زاد اللي يهم المجموعه الوطنيه اللي هو تحقيق الاهداف الوطنيه الطاقيه والمناخيه، واللي تتمثل فيه عندنا حدود 35% من الميكس الكتريك نتاعنا تكون 35% منه الى جاي من الطاقات المتجدده هذا في سنه 2035. كيف التقليص المطلب على الطاقه في حدود 35% في حدود 34% سنة 2035، والاندسي اللي هي التقليص من كثافة الكربون في حدود 45% سنة 2030 مقارنة بالسنة المرجعية بتاع 2010. الأهداف هذه الكل كما قلنا ما نجموش نحققوها كان انخراط معناتها المؤسسات الكل، منها المؤسسات الصناعية السياحية توسكي الخدمات مؤسسات النقل الناشطة في المجالات هذه الكل. بطبيعة الحال بدينا بجهة الساقس نظرا للبوتنسيال والإمكانات الكبيرة المتوفرة بجهة الساقس، ولكن زاد عندنا غدوة إن شاء الله في سوسة، عندنا إن شاء الله في مدنين باش نمشيو للجندوبة باش نمشيو لسيدي بوزيد باش نمشيو للقفصة. دونك عندنا باش نمشيو للجهات الكل، فما أولويات خاطر الأولويات تحتمها علينا الطلب الكبير اللي موجود، ما إن شاء الله باش نكونوا متواجدين في الولايات الكل. كان اليوم نقعدوا عاملين كان على الدولة باش تخلط ولا المؤسسات الوطنية باش تمشي وحدها ما نخلطوش. اليوم لازم تضافر جهود الناس الكل، منهم زاد المؤسسات الخاصة اللي عندها دور كبير اليوم تحقيق الأهداف هذيك. إن شاء الله بتضافر الجهود الكل نكونوا نحققوا الأهداف إن شاء الله في وقتها، ولما لا حتى نوصلوا حتى قبل الوقت هذاك، خاطر نعرفوا اللي خاصة المؤسسات الخاصة اللي عندها أنتري مباشر معناتها يحس مباشرة في الفاتورة نتاعو معناتها في الانفستيسمون اللي قاعد يعمل فيه. هذاك علاش اليوم نحبوا المؤسسات خاصة الخاصة تكون منخرطة معانا في تحقيق الأهداف هذيك.